رجان طربوش الدوري قطاره للقطاره هو اخترنا اسم للتسويق واخترنا حي. قلنا منذ البدايه ان الحي عنده دلاله عنده رمزيته داخل المدينه. عسلامه، اسمي ملكة يحيوي من تونس. استدعاني في المغرب للفستيفال المزيان هذايا، وبالحق برشا جو وسمعنا موسيقى ولعبنا موسيقى والعباد فرهدت على الاخر، وكانت تجربه مزيانه على الاخر في المغرب. شكرا. الاله الوحيده ربما اعتقد اللي يمكن تجمع الشعوب كلها هي القطاره. اولا لان القطاره موجوده عند جميع الشعوب، يعني إذا جيت نقول مثلا فينا هي الآلة اللي يمكن نقول كاينة عند الشعوب كلها، كنلقى القطارة. فتحيا مواويل عمور مبارك بين أزقته التي ركض فيها ذات يوم. أزول إلى عبد الرحيم الأزهري إويس وكادير. صراحة المهرجانات نتاع القطار اللي نضمن مدنا ما سنطلبرش صراحة يفول كبيرة. المدينة تحت الجزرس باره تحت جازون نوع هذا لاسميتو تك الموسيقى انا راقيه غير لو كنت شبابيه تك حتى تلميذ مقورنين تي الاجيال دائر السينما حتى قادير 24 اللي دي حاضر باش تواكب المهرجانات. نتمنى باش يستمر تحت جازي المدينه يدو قادير باره تنميرت. فاحنا فرحانين بهذه الفكره اللي جاوا هاد الناس اللي كنشكروا بزاف منتدى اكادير ميموري على هاد المهرجان الكبير اللي دار، واللي في الحقيقه لقى واحد الرواج كبير ولقى واحد الاقبال ما كناش كنتوقعوه حنا كتجار ولا حتى المنظمين ربما ما كانوش كيتوقعوه. كنشكروا بزاف سي مطيع سعيد مطيع، وكنشكروا منتدى اكادير ميموري على هذه البادره، ونتمنوا ان هذا المولود الجديد يدوم ان شاء الله تكون عنده استمراريه ويطول ان شاء الله العمر ديالو، ونكون له كل سنه نشوفوا مثل هذه المهرجانات ونشوفوا مهرجانات من نوع اخر كذلك. وشكرا بزاف. جاءت فكره المهرجان لترد لاعتبار لحي كان بالامس القريب قلب المدينه النابض بالحياه، فكان لزاما نفض الغبار على ازقته وساحاته وحدائقه عبر العزف على اوتار القطاره، والعزف ايضا على أوتار تأهيل حي في كل المجالات. نحاول من خلال هذه الليالي أن ننقل تنوع العزف على أوتار القطار القادرة على تحطيم كل أصنام الأمكنة المغلقة، وعلى نقل كل انفعالات الإنسان متجاوزين جغرافية الأمكنة.